افتتح منفذ أمان لوزارة الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد بقرية أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق وبنسب كبيرة. وتستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار. النهارده بنعمل افتتاح لمنفذ ابو عطوه، قريه ابو عطوه فيها 40,000 نسمه. تعليمات السيد وزير الداخليه ان احنا نعمل نعرض السلع الغذائيه مخفضه بسعر الجمله للمواطنين في ابو عطوه خدمه للمواطنين، وبالنسبه لقدوم شهر رمضان المبارك. نشكر السيد رئيس الجمهوريه وربنا يخليه لينا يا رب على الزياده اللي هو عاملها لنا ديت والحاجات الحلوه دي، ومنزل لنا الزيت والرز والحاجه، ربنا يخليه لينا يا رب.